سلمية بيسودها القانون والعدالة، سيما في الدول التي تعاني من الصراعات والنزاعات والتي دفع ثمن لهذه النزاعات والصراعات الأبرياء بكل تأكيد، وكان الفلسطينية كما نرى الملايين من أبناء الدول العربية من بين قوائم القتلى أو الضحايا أو من بين المدنيين بأشكال. نتحدث الآن في هذه الجلسة في وجود حضراتكم وعلى منصة مجموعة من الخبراء الدوليين لهم خبرة كبيرة وتاريخ مشهود في عملية التنمية المستدامة ودعم التنمية السياسية ودعم سياسات التنمية كذلك في العديد من الدول والمنظمات. اسمحوا لي أرحب قاعة حضراتكم في البداية، أرحب في المتحدثين الكرام على المنصة، أرحب بالسيد أيمن وكيل الخبير القطوطي ورئيس مؤسسة معهد السلام والتنمية وحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كذلك أرحب بالسيدة أستريد ستيكنبرجر وهي أستاذة في جامعة جنيف ولوزان وخبيرة دولية في مجال التنمية والسياسة العامة. وكذلك أرحب بالسيد أندريس ليسستر رئيس منظمة كريبتو للاقتصاد.